السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا دكاترة عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هناخد مانديبلر انسايزورز. مانديبلر انسايزورز عندي هم سمولر ذان ماجزيلري انسايزورز، حجمهم اصغر من الماجزيلري انسايزورز، وعندي كمان ان اللور سنترال انسايزور سمولر ذان ذا لور لاترال انسايزور. طب نفتكر في الابر كان مين حجمه اصغر؟ العكس، برافو، كان الابر لاترال انسايزور حجمه اصغر من الابر سنترال انسايزور، والعكس صحيح في اللور انسايزورز ان اللور سنترال انسايزور حجمه اصغر من اللور لاترال انسايزور. طيب الدايمنشنز فيها حاجه، فيها اختلاف طبعا، ان عندي الثيكنس اللي هو بسميه ليبيولينجوال دايمنشن، حجمه اكبر من الويت اللي هو ميزيوديستال دايمنشن. بيكون عندي الانسايزال ريدجز ليها حاجه اسمها لينجوال انكلاينيشن، يعني الانسايزال ريدج عندي هنا بيكون لينجوال انكلايند عن اللونج اكسس اوف ذا توث او الروت اكسس. نبتدي بالمانديبلر سنترال انسايزور ونقارن واحده واحده بالمانديبلر لاترال انسايزور. اهو البوينتر دلوقتي مشاور على مانديبلر سنترال انسايزور، هو ذا فيرست مانديبلر توث فروم ذا ميد لاين، اول سنه بعد الميد لاين على طول، مش كده وبس، لا دي هي اصغر سنه في البيرمنال دنتيشن. يبقى ذا مانديبلر سنترال انسايزور از ذا سمولست توث ان ذا بيرمنال دنتيشن، وبيكون الفيشل واللينجوال اوتلاين بتاعهم فان شيب زي المروحه، وبسميها ذا موست سيمتريكال توث ان ذا بيرمنال دنتيشن. يعني ايه؟ هنفهم كمان شويه. انما المانديبلر لاترال انسايزور بيكون حجمها اكبر من اللور سنترال انسايزور. الجيومتريك اوتلاين اوف ذا كراون، الفيشال اند لينجوال اسبيكتس هاف ترابيزويد اوتلاين. يعني ايه ترابيزويد؟ يعني شبه منحرف، عندي تو سايدز بارلل لبعض بس ان ايفن، يعني متوازيين غير متساويين في الطول، فبيكون عندي الـ smallest uneven side بيكون cervical facial and lingual outlines of the crown، الـ lower central incisor والـ lower lateral incisor الاتنين بيكون fan shape، يعني عند الـ neck constriction، يعني ضيق عند الـ neck وواسع عند الـ incisor، ده بسميه fan shape، وده لفظ يقال للـ lower incisors. بيكون اللور سنترال انسايزر بيكون مور سيمتريكال، يعني الميزيال هاف شبه بالظبط الديستال هاف، لكن في اللور لاترال انسايزر ما بيبقاش سيمتريكال، الميزيال هاف مش زي الديستال هاف، وهنعرف الكلام ده ان شاء الله، بس الكراون حجمه اكبر من اللور سنترال انسايزر. اوتلاين فورم بيكون ستريت، يعني الميزيال اوتلاين والديستال اوتلاين في اللور سنترال واللور لاترال انسايزر بيكون ستريت تيبر من اول الانسايزر ايدجز او الانجلز لحد السيرفايكال بارت اوف ذا توث. في اللور سنترال انسايزر الانسايزر ايدج بيكون بيربنديكولار على اللونج اكسس اوف ذا توث، في انسايزر ايدج اهو وده اللونج اكسس بتاع التوث، فبيكون في زاويه قايمه هنا، بينما في اللور لاترال انسايزر يبقى في سلوبينج للانسايزر ريدج ديستالي، فبالتالي مش هتلاقي الانسايزر ريدج بيربنديكولار على اللونج اكسس اوف ذا توث عكس اللور سنترال انسايزر. سيرفايكال لاين كيرفد روت وايز، بقول عليها كيرفد روت وايز. الميزيو انسايزر انجل والديستو انسايزر انجل، في اللور سنترال انسايزر بوث ار شارب، لكن في اللور لاترال انسايزر الميزيال انجل بتكون شارب والديستو انسايزر انجل بتكون راوندد، مور راوندد ذان ذا ميزيال انجل. ميزيال كونتاكت اريا والديستال كونتاكت اريا ات ذا سيم ليفل في اللور سنترال انسايزر، فين بالظبط؟ انسايزر تو ذا جانكشن اوف ذا انسايزر اند ميدل ثيردز. لكن في اللور لاترال انسايزر الميزيال كونتاكت اريا بتكون نفس اللور سنترال انسايزر، بتكون
بتكون incisal to the junction of the incisal and the middle thirds. لكن ال distal contact area بتكون more cervical. بتكون more cervical. الروتس. الروتس في اللور سنترال انسايزر تيبر توورد ذا ايبكس. عند الايبكس هنا بيكون بوينتد شويه. والابيكال ثيرد بتكون ديستال كيرفد او ساعات بتكون ستريت على الميد لاين بالظبط. زي ما خدنا في الابر سنترال انسايزر ممكن. لكن في اللور لاترال انسايزر يبقى برضه الروت تيبر لحد بوينتد ايبكس لكن الابيكال ثيرد بيكون ديستال كيرفد. Surface anatomy of the crown and root. The labial aspect of lower central and lower lateral incisors عندنا في elevations وفي depressions. The elevations هنا موجود في smooth and convex as maximum convexity. المكان ده بالظبط فيه convexity بسميها cervical ridge. طيب في depressions في shallow developmental grooves. Two shallow developmental grooves بلاقيهم على crown incisally. طب دول جم منين؟ عشان الليبيال سيرفس عبارة عن 3 لوبس كل فيوجن بين لوب ولوب يعمل developmental depression بين اللوب اللي جنبه. الروت سيرفس بيكون smooth and convex. الروت سيرفس هنا بيكون convex و smooth. lingual aspect في both lower central و lower lateral incisor في elevations وفي برضه depressions. elevations عندي في cingulum marginal ridges وincisal ridge. وال depressions في lingual fossa بتكون shallow lingual fossa. lingual aspect lower central incisor lower lateral incisor وهنا عندي مين ده؟ تمام ال upper central incisor. طبعا واضح جدا الفرق في الحجم بين ال upper incisor وبين lower incisors. طيب ال lingual fossa في lower incisor بتappear shallower than in upper. Elevations, cingulum, with marginal ridges, with incisor ridges are poorly developed than in upper central. Elevation with depressions of lower بتكون less developed or poorly developed than upper. في lower central incisor, cingulum بتكون centered على long axis. لكن في lower lateral incisor السنجلم بتكون shifted distal عن اللونج اكسس. mesial and distal outlines. geometric outline of the crown is triangular مثلث. البيز cervical واطلع على الابيكس بتكون incisal. يبقى هنا في triangle shape. البيز cervical والابيكس incisal. labial outline بيكون convex from the cervical line till the incisor ridge with the maximum convexity and the cervical third which represents هتمثل ايه عندنا؟ تمام ال cervical ridge اللي موجود هنا في ال cervical third. طب lingual outline بلاقي فيه convex incisal which represent incisal ridge. تمام اكمل concave as a middle which represent lingual fossa. أكمل السيرفيكال هلاقيها convex which represents ال cingulum. في الآخر خالص ال cervical outline بيكون curve incisal أو convex crown wise. سؤال مهم عندي. Give reason. The lingual inclination is a characteristic feature of lower teeth. ليه عندي lower teeth بيكون ليها lingual inclination؟ طيب يعني إيه أصلا lingual inclination زي ما إحنا قلنا؟ It mean incisal ridge lingually placed on long axis of the tooth. طيب ليه في lingual inclination؟ عشان تسمح ان ال upper teeth تعمل overlapping ال lower teeth. lower lateral incisor نخلي بالنا ال mesial aspect فيه mesial contact area. تمام اهي موجودة فين؟ at the incisal one third. لكن في distal aspect بتكون نفس المكان at same level زي lower central. لا بتكون placed cervical. سؤال مهم جدا. The distal aspect is shorter than mesial aspect. ليه؟ ليه الكراون ديستالي أقصر من الكراون ميزيال؟ احنا
قلنا ان الانسايزر ايدج في اللور لاترال انسايزر بتكون سلوبد ديستال، انسايزر ايدج مايله ديستال، فبالتالي طول الكراون ميزيال هيكون اكبر من طول الكراون ديستال. الروتس بيكون فيه longitudinal developmental depression. Longitudinal developmental depression which is deeper distal than mesial. يبقى احنا كده خلصنا الليبيال اللينجوال والبروكسيمالز ميزال وديستال سيرفيسز. نيجي للانسايزال اسبكت. الانسايزال اسبكت بيكون دايموند ان شيب. طيب which is larger thickness or width. نيجي نشوف مع بعض هنا التكنس ليبيولينجوال والواتس ميزيوديستال. هنا هي اكبر، تمام، التكنس اكبر، يبقى عندي دايموند ان شيب معناه ان التكنس اكبر من الواتس. في اللور سنترال انسايزر الانسايزر ريدج از ات رايت انجل تو ذا لاين بايسكتنج الكراون ليبيولينجوال. هنا انسايزر ريدج بتكون ات رايت انجل، يعني ايه؟ يعني بيربنديكولار، يعني زاويه قائمه على الاكسس اللي بيمشي ليبيولينجوال في الكراون. واضح جدا في الرسمة. والسينجلم is centered. السينجلم برضو ماشية مع اللونج اكسس ليبيولينجوال في الكراون. وعندي حاجة مهمة جدا ان الكراون is tapered lingual. بسميها lingual convergence. تمام. lingual convergence. ان اللينجوال ويتس اقل من الليبيال ويتس. دلوقتي هنعمل comparison between incisor ridge والسينجلم in lower lateral incisor واللور سنترال incisor. incisor ridge of lower central incisor بيكون straight و perpendicular على long axis labiolingual of the crown. لكن في lower lateral incisor incisor ridge بيكون sloped distally و twisted distolingual. تمام. طيب السينجلم، السينجلم في اللور سنترال انسايزر بتكون سنترالايزد، لكن في اللور لاترال انسايزر بتكون كيرفد ديستالي او تويستد ديستالي. علشان كده قلنا ان اللور سنترال انسايزر بتكون بايلاترال سيمتريكال، يعني الميزيال هاف زي الديستال هاف، لكن اللور لاترال انسايزر مش سيمتريكال عشان الكراون كله تويستد ديستولينجوال على الروت. سؤال مهم كمان. Give reasons. Crown of lower lateral incisor is twisted distolingually on its root. يعني ال crown of lower lateral incisor مايل distolingual. طب ليه؟ عشان ال twisting دوت بيallow ال tooth to follow the curvature of the dental arch. عندنا ال arch بيميل posteriorly. فبيسمح ان lower lateral incisor تaccommodate مع ال curvature دوت. كده احنا خلصنا المحاضرة وعرفنا ايه الفرق بين اللور سنترال انسايزر واللور لاترال انسايزر. اشوفكم على خير بإذن الله.